وذكر مما ذكر في مدحه قول عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة، أي أسرعه حضورا في النفس، أي أسرعه حضورا في النفس والنفع. قال: ما وعيته بقلبي ولكته بلساني، أي ما أتقنته وضبطته بقلبي وحركت لساني به. والمراد بذلك التحفظ، فإن التحفظ يكون مبتدأه بتحريك اللسان به حتى يستقر في القلب. ومن النافع في تحفظ العلم تقوية آلة اللسان برفع الصوت به، فمن أراد أن يحفظ شيئا فإنه يرفع صوته عند إرادة حفظه، فالصوت الرفيع لأجل الحفظ، والصوت الخفيض لأجل الفهم. فمن رام حفظ شيء رفع صوته به، ومن رام فهم شيء خفض صوته به، وكرر كل منهما ما يريد حفظه أو فهمه. وفي رفع الصوت عند التحفظ منفعة اجتماع آلتين، إحداهما آلة العين بالنظر في المحفوظ، والأخرى آلة الأذن برفع الصوت بقراءته ثم وقوع ذلك الصوت في الأذن، فيستقر العلم في القلب من طريق العين تارة ومن طريق الأذن تارة أخرى، فيقوى الحفظ عند ذلك. وأما الفهم فمن أراد أن يتفهم شيئا فإنه يعيده مرارا خافضا صوته، لأن خفض الصوت أجمع للقلب، فيكون أوعى لإدراك ما يريد المرء فهمه.